السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي وأحبائي متابعينا على يوتيوب. هنتكلم النهاردة عن الفرعون توت عنخ إمن أو الشهير بتوت عنخ آمون، فهو أحد فراعنة الأسرة المصرية 18، وكان فرعونا لمصر في الفترة من 1334 قبل الميلاد إلى 1325 قبل الميلاد في عصر الدولة الحديثة، ويعد من أشهر الفراعنة لاكتشاف مقبرته وكنوزه بالكامل دون أي تلف، وأيضا اللغز الذي أحاط بالكثير من آثاره وبحياته نفسها. وقد تزوج ابنة نفرتيتي عنخ اسم أمون، ومعنى اسمه الصورة الحية للإله أمون كبير الآلهة المصرية القديمة في هذا الوقت. وقد أظهر تحليل الحمض النووي الدي إن إيه لتوت عام 2010 أنه ابنا للملك إخناتون، وتولى الحكم وهو طفل في 9، وذلك بعد وفاة أخيه سمانخ كارع. قناع توت عنخ أمون الذهبي الذي يبلغ وزنه 10 كيلوغرامات، مرصع بالآلاف من قطع الزجاج والأحجار النصف كريمة، اللازورد يشكل الحاجبين من أفغانستان، العقيق الأحمر من الهند ويشكل الإكليل، أما العينان فقد صنعتا من زجاج بركاني تركي، والأعجب خنجره الذي يوجد على بطنه، فالنصل مصنوع من حديد ممزوج بعناصر أخرى لا توجد على الأرض ولا تأتي إلا من الفضاء، خاصة وأن الحديد لم يستخدم ولم يكتشف في مصر إلا بعد 800 عام من وفاة توت عنخ آمون. وقد حصل الرائد كريستيان إيكمان وهو متخصص في المصنوعات الذهبية الأثرية على فرصة فريدة لدراسة القناع، حيث شكك البعض في أن القناع الذهبي لا يخص توت عنخ آمون، بل أنه صنع من أجل شخص آخر، خاصة أنه أعد في فترة قصيرة هي 70 يوما فقط، وهي المدة التي يستغرقها تحنيط الجثة وإعدادها للدفن. وظهرت نظرية أن القناع تم إعداده لشخص آخر هو الملكة نفرتيتي. وعندما مات توت عنخ آمون صغيرا تم فقط تغيير الوجه بوجه توت عنخ آمون، فأجرى إيكمان بحوثه لكشف حقيقة تكهنات حول الأصول الحقيقية للقناع، خاصة أن البعض لاحظ أن هجاء اسم توت عنخ آمون باللغة المصرية القديمة يبدو أنها عدلت عن الأصل كما لو كان اسما مختلفا قد نقش عليها، خاصة وأن لدى كريستيان إيكمان آليات الفنية ليحدد كيف صنع هذا القناع تماما، وهل هو لتوت عنخ آمون أم لشخص آخر. فبدأ بدراسة الخرطوش الذي يحمل الاسم الملكي لتوت بالقرب من الكتف الأيسر للقناع، ودرس الآثار المريبة عليه مثل الخطين الرقيقين الرفيعين الذين بهما لحام خفيف، فأكد أن هذين الخطين ناتجين من وصل عدة صفائح من الذهب مع بعضها البعض، لأنه من غير الممكن صنع قناع بهذا الحجم من دون أن يتم وصل عدة صفائح من الذهب مع بعضها لكي تظهر شكل القناع بالكامل. كما أن الخرطوش الملكي
قد وقع فوق صفيحتين لحمتا معا من الذهب. والملاحظة الثانية أن لون الوكي بالقناع الذهبي يختلف عن لون الذهب في باقي القناع. فقام كريستيان إيكمان باستخدام جهاز الأشعة السينية، والتي عن طريقها يمكن تحديد البصمة الكيميائية للذهب والنسبة المئوية للعناصر الداخلة فيه بشكل حازم، حيث قام بقياس أكثر من 100 نقطة وموقع فوق كامل القناع، والنتيجة واضحة، فقد استخدموا تركيبة الذهب نفسها. ويبدو من المستبعد جدا أن يكون الوكي قد استبدل في العصور القديمة. وأثبت كريستيان إيكمان أن كل جزء من القناع مصنوع من الذهب ذاته، وقال لو أن الوكه اقتطع وتم استبداله لما أمكنهم لحمه دون تدمير للزجاج المرصع، لأن الزجاج لا يتحمل درجات الحرارة المرتفعة، لقد صمم هذا القناع لتوت عنخ آمون، وأشك أن يستطيع الصانع أن يصنع تحفة رائعة كهذه جديرة بالاهتمام في 70 يوما فقط، فالأمر يحتاج إلى مهارة عالية ومصابرة شديدة جدا. خنجر توت عنخ آمون، هذا الملك المحارب البارع الشجاع والصياد الماهر للوحوش المتعطش للقوة، كان يعد خنجره شيئا مميزا، فوضع على بطنه تماما، مصنوع نصله من الحديد، وقد كان الحديد في مصر أندر من الذهب، فمن أين أتى هذا الحديد؟ باستخدام تحليل الأشعة السينية التي قام بها
دكتور عبد الرازق النجار من جامعة الفيوم، والتي تعطينا وبشكل حاسم النسب الموجودة بنصل الخنجر عن طريق تعريف البصمة الكيميائية المميزة للنصل، وما وجده الدكاترة أن نسبة النيكل كانت عالية بنسبة كبيرة، والحديد بالطبيعة يتشكل ممزوجا بعناصر أخرى، وهذا المزيج الموجود في نصل الخنجر مميز جدا. وجدوا أن نوع الحديد لم يتم العثور عليه على أرض هذا الكوكب كله ولا في مصر، وهذا النوع من الحديد لا يأتي إلا من الفضاء، لا يأتي إلا من نيزك. فالحديد الذي صنع منه خنجر توت عنخ آمون قادم من الفضاء، بدأت رحلته من آلاف بل مئات السنين حتى استقر في أرض مصر، ثم وجد فصنع منه خنجرا لهذا الملك المميز جدا توت عنخ آمون. والآن أترككم مع صور مميزة جدا لآثار توت عنخ آمون، وإلى لقاء آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضعوا لايك واشتركوا في القناة.